السلام عليكم. اليوم راح نشوف المستشفى الجديد نتاع مستغانم اللي راه مغلق، يعني على حسب التقارير الأخيرة كان مغلق منذ عامين، هو مغلق يعني رغم الاحتياج الملح لمثل هكذا مستشفيات في الجزائر. ونذكر بلي هذا المستشفى موجود في منطقة خروبة، يعني الحي الحضاري الجديد نتاع مدينة مستغانم. وهنا نشوف الجهة هذه، هذه على حسب الشوفة المستشفى يعتبر مغلوق. ونشاهد يعني ما شاء الله، يعني المستشفى يبان كبير. وللتذكير هذا المستشفى يستوعب 240 سرير، هو يعتبر مستشفى جامعي. وهنا باين باللي راه مازال مغلوق. احنا رانا في 2000 جانفي 2021. نزيد نروح نشوف من الجهة الأخرى، كاين يعني عنده زوج بيبان، زوج جوانب. نشوف، نعاود نضرب دورة، لأن المستشفى هذا يعتبر كبير، يعني المساحة ديالو كبيرة. هنا نشوف الحائط نتاع المستشفى، نزيد نشوف مدخل واحد آخر. لكن الظاهر هو أن المستشفى مازال مغلق. للأسف الشديد نشوف الباب هذه، مازال مغلق. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.